واحد بيقول ما معنى ان السيد المسيح سيسلم الملك للاب؟ يسلم الملك للاب يعني يسلم الكنيسة للاب بصفته رأس هذه الكنيسة، بصفته رأس هذه الكنيسة. فيعني يسلم الملك الاب ويسلم الكنيسة الاب، يعني الكنيسة دلوقتي موجودة في العالم، ممكن ان تصيب وان تخطئ، ممكن ان تقع وان تقوم، لكن بعد الدينونة في اليوم الاخير يسلم الملك للاب، يعني الكنيسة تبقى كلها خاضعة للاب خضوعا كاملا بحيث لا توجد خطية فيما بعد، يعني اخر عهد بالخطية بالنسبة للكنيسة. وطبعا في هذا اليوم سيكلل الناس باكليل البر، زي ما بولس الرسول قال في تيموثاوس الثانية اصحاح 4، واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل، وليس لي فقط بل لكل الذين ينتظرون مجيئه ايضا، او ينتظرون ظهوره ايضا. فادي تسليم الملك للاب، يعني الكنيسة تبقى ملك الكنيسة هي ملك الاب، لان انتم اشتريتم بثمن فلم تعودوا ملك لانفسكم، فاصبحنا ملك للاب. فدي جزء من ملكوت الاب هو الكنيسة، فيسلمها له، يعني خلاص الكنيسة ما بقتش في العالم تسقط وتقوم، تعصى الله احيانا واحيانا تطيعه.